المشكلة في الناخبين، أي فينا نحن، كان أحنا ننتخبوا في أسفل السافلين باش يقعدوا يحكموا فينا أسفل السافلين بالقائمات ولا بالأفراد ولا بالميزان. أنا ما نمنش بإصلاح السوسيولوجيا الانتخابية التونسية بالقوانين ونظم الاقتراع، يا لله انتخب على الأفراد، أما المهم من بعد حاسبهم الأفراد اللي انتخبتهم، والأهم من ذلك حاسب روحك على خاطر الشعب ينتخب ويعرف ماذا ينتخب. يمكن المشكلة في هنا طيش الزبلة في الكياس، صحيح الدولة ما فرضتليش بوبالات في الكياس، أما زاد فما مواطن آخر المشكلة فيه كسر بوبالات وبيعهم بلاستيك مع عند بابل، صحيح الدولة ما فرضتلوش وين يخدم ويمكن زاد قرا على روحه وتخرج وحب يكون إنسان صالح، أما في وسط الدولة اللي ضرته بقابلش خدمة على خاطر فما مسؤول مواطن. المشكلة فيه زاد هو دخل ولد عمه يخدم في بلاصة مش بلاصته، حتى ريكروتمون في بلادي يمشي بمبدأ الأقربون أولى بالمعروف، عادي تلقى وزير الصحة بكليتر. المواطن يدخل يخدم بعد ما توسط له ولد عمه، المشكلة فيه هو زاد خاطر خرج ناقم كير خدمته يرمي في اللوم على بلاده وهو يخدم تحت دولته، يعرف اللي بلادنا ضايقة ويحب يزيد فوقنا طاقتنا الناس اللي في ثنيته الكل. حطيت بين ايديهم مرة وريت العقد الكل والكره والغل في عينيهم، وقت عرفت اللي الناقم كيف تعطيه بوفار أكثر من اللي يستحقه ويطغى. كل ما نمشي للإدارة ويرجعوني قال شنيا ريزو طايح، ولا نشوف الناس تدس في بعضها في الترانسبور وتكسر في أي حاجة عمومية، نفهم اللي السيستم نحنا بيدنا اللي خليني خايف. المواطنين اللي تعدوا قدام عيني الكل، من اللي يخدم في الإدارة للي كسر الكوبيل العون اللي وقفني خاطر نصور، وكلهم حابوني نخرج معقد ونكره بلادي، لأن عرفت اللي هذم أسباب وكل حاجة خايبة تعديت بها تعلمت خرجها في الفن باش نجم نلقى لها حل. خرج فيديو الحرية وبيه عرفت نفرق بين الأرض والدولة، بين حريتك اللي على أوراق وبين حريتك اللي تعطيها لروحك وقت اللي تعرف حق، لين وليت نشوف في كل حاجة خايبة نتعدى بها تزيد تعاوني باش نولي إنسان ما خير. كل شيء خايب، أما هذا ما يعنيش إنك تكون خايب أنت زاد، كلنا لينا الخايب وضرينا من بلادنا، أما إنك تكون باهي ولا خايب هذا اختيار. تونس فيها برشا خايب، وكان كل واحد يبقى يستنى في غيره باش يتبدل باش هو يتبدل معاه، ماهوش باش يتبدل شيء في البلاد. الحل إنه كل واحد يبدأ من روح ويبدل ويكون هو الحل مش المشكل، وما تنساش حياتك بيديك وتونس بين يدينا.